حماية حزب الله الإرهابي. نحييكم، إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى مسائية المستقبل، نبدأها بالعناوين مع روزي الخوري. مساء الخير. إلى عناوين النشر. هناك من يستمر بالتعطيل وهو الذي يتحمل المسؤولية. حزب الله والتيار العوني يعطلان الجلسة 38 لانتخاب الرئيس، وبر يؤجلها إلى 10 من أيار. الملف الخلافي لقضية أمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء منذ العصر. الله أكبر. ثوار سوريا يدكون معاقل نظام ردا على انتهاك الهدنة، والمعارضة تطالب دمستورة بتأجيل محادثات جنيف. هل ستبقى عقدة جهاز أمن الدولة على عرقلتها لمسيرة الدولة، أم أنه سيتم تخطيها بمشروع تسوية ينشط على خطها أكثر من طرف وسط الخلاف المستحكم بين رئيس الجهاز اللواء قرعة ونائبه العميد طفيلي؟ السؤال يواكبه استمرار المناقشات داخل مجلس الوزراء، فيما ينتظر أن تناقش الجلسة من خارج جدول الأعمال ما يتصل بفضيحة الإنترنت غير الشرعي. أما في المجلس النيابي وفي الجلسة 38 للانتخاب، تعطل النصاب مرة جديدة بفعل مقاطعة حزب الله والتيار العوني، فلم يحضر الجلسة سوى 53 نائبا. هذا في وقت ينتظر أن تناقش جلسة الحوار الوطني المقررة يوم الأربعاء قانون الانتخابات، في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة النيابية التي كلفت إنجازه. إقليميا، فإن خرق نظام الأسد المتواصل للهدنة في سوريا دفع فصائل المعارضة إلى إطلاق معركة مضادة على أكثر من جبهة، خصوصا في ريف اللاذقية. هذا فيما طالب وفد المعارضة في جنيف الأمم المتحدة بتأجيل المحادثات. يعقد مجلس الوزراء جلسة منذ العصر برئاسة الرئيس تمام سلام، وعلى جدول أعماله حوالي 120 بندا، في مقدمها الملف الخلافي لقضية أمن الدولة المرحل من الجلسة الماضية. ومن السراي تطلعنا الزميلة الشهير إدريس على آخر الأجواء. شهير، ماذا في آخر المعلومات لديك عن مجريات هذه الجلسة؟ روزي، فعلا جهاز أمن الدولة وملف هذا الجهاز كان على طاولة مجلس الوزراء على مدى 3 ساعات هذا اليوم، إذ أن هناك أخذ ورد ونقاش وجدل كبير حصل حول بعض الأفكار والمقترحات المتعلقة بالحلول لهذه المشكلة والمعضلة، التي طبعا هناك 3 أفرقاء يقومون بطرحها، وهم التيار الوطني الحر، حزب الكتائب، وزير ميشيل الفرعون. هذه المكونات الثلاثة تضع عدد من الأفكار والمقترحات من أجل حل هذه المشكلة للصلاحيات بين طبعا العميد، بين رئيس جهاز أمن الدولة قرعة وكذلك العميد الطفيلي نائبه. لكن حتى هذه الساعة بحسب ما خرج الوزير بطرس حرب أن النقاش انتهى الآن في موضوع جهاز أمن الدولة. تم الاتفاق على أن يقوم رئيس الحكومة تمام سلام بالاتصالات والمشاورات مع القوى السياسية من أجل حلحلة هذا الموضوع وإيجاد مخرج وحل. وضع الأمر في ملعب الرئيس تمام سلام، فيما أكد الوزير درباس الآن لدى خروجه أن سيكون هناك نقاش ويعني بعض الاتصالات بشكل هادئ بعيدا عن التجاذبات السياسية، من أجل إيجاد حل وكذلك من أجل إيجاد مخرج تحت سقف في القانون كما قال الوزير درباس. لكن بحسب المعلومات لتلفزيون المستقبل أن النقاش كان بعض الشيء حادا في بعض الاقتراحات التي وضعت، وكان هناك اتصالات جانبية، لا سيما أن بعض الأفرقاء كانوا تبلغوا قبل الجلسة بأن هناك الرئيس سلام قد من بين الحلول يفرج عن الاعتمادات المتعلقة بجهاز أمن الدولة، والانتظار لحين أن يخرج إلى التقاعد العام
حميد طفيلي ويعين بدله. ومن المقترحات أيضا أن يكون هناك طبعا إن كان مجلس شورى الدولة أن يكون وفق القانون يتحول هذا الموضوع أو هيئة التشريع، إضافة إلى موضوع يعني دعوة المجلس الأعلى للدفاع. نعم، لكن صحيح. الرئيس سلام تمهل في هذا الأمر نظرا لحساسيته وعدم الخروج عن يعني أن يكون صلاحيات رئيس الجمهورية هي لهذه الجلسة وفق البند 102، لكن يعني حسب ما وصل حتى الآن أن المجلس الوزراء بدأ بمناقشة بنود جدول الأعمال، ومن خارج جدول الأعمال ليس مطروحا. نعم. بحسب ما قال الوزير بطرس حرب موضوع ملف الإنترنت غير الشرعي، إذ أن هناك جلسة صباحا غدا في السراي على أن تليها جلسة أخرى في مجلس النواب للبحث في هذا الأمر. طيب سنبقى طبعا معك في أي جديد حول مجريات جلسة مجلس الوزراء روزي. شكرا لك يا شهير إدريس. إذن أجل رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى 10 من أيار المقبل بسبب فقدان النصاب. هذا فيما قال رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أن من يستمر بالتعطيل يتحمل المسؤولية الكبرى. جلسات تكرر نفسها لا جديد في كل مرة، ولا يعد الخبر أكثر من إحصاء عدد النواب الحاضرين الذين حضر منهم 53 في الجلسة 38. حال من الأحباط سيطرت على النواب الحاضرين عبروا عنها بعدم إطلاق التصاريح. النائب سامي الجميل قال نحن منعرف نصدر رؤساء بس ما منعرف ننتخب رئيس. وزير الاتصالات بطرس حرب أوضح أنه بصدد جمع التواقيع 10 المطلوبة لتقديم اقتراح قانون لتعديل الدستور. البند الأول هو اعتبار كل نائب يغيب 3 مرات بصورة متتالية عن جلسات مجلس بدون ما يكون في عذر شرعي نعتبره مستخيل حكما ويصار إلى الدعوة لانتخاب بديل عنه. والثاني نعتبر أنه بالجولة الأولى تكريس التقليد اللي اعتمده مجلس النواب واللي هو مش موجود بالدستور، بأنه النصاب بالدورة الأولى والثانية يجب أن يكون 3، إنما بالدورة الثالثة بالجلسة الثالثة النصاب مش لازم يضل 3، وبيصير النصاب هو بنصف زائد 1 الأكثرية المطلقة. لقاء جمع الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان أكد بعده على متانة التحالف بين فريقيهما على الرغم من التمايزات التي كانت حاضرة في مؤتمرهما الصحفي. وهذا الأمر ينعكس على حياة كل اللبنانيين، وأيضا يزيد حالة لا استقرار التي يعاني منها لبنان، ويتأثر أكثر ويفتح الأبواب على المزيد من الشرور الآتية من الخارج بسبب الظروف التي تعيشها المنطقة. وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته الذي يعطل ويستمر في التعطيل، وأعني بذلك التيار الوطني الحر والعماد عون، وأعني بذلك أيضا حزب الله. نحن نظرتنا فيها بعض التمييز عن دولة الرئيس. نحن بنعتبر أنه المسؤول الأكبر بالتعطيل هو حزب الله تحديدا. أما الجلسة التشريعية فكان اتفاق على أن يكون قانون الانتخاب بندا أول على جدول أعمالها. في قانونين مطروحين للبحث كانوا بكل الجلسات، قانون الرئيس بري والقانون المشترك لمقدم المستقبل والاشتراك والقوات. الفوارق منا كبيرة، لذلك إذا في إرادة لتمرير قانون انتخابات نجي على الجلسة التشريعية هالفوارق، لأنه ليل نعرضهم ويصوت عليهم، وطبعا نحن بوضوح ملتزمين بما وقعنا مع تيار المستقبل باللي وقعنا عليه، باللي وقعنا وليس على أي شيء آخر وليس أي أمر آخر، وملتزمين على الأساس اليوم حكينا. وفي موضوع المرشحين لرئاسة الجمهورية بدا كل فريق على موقفه. سنبقى وبشكل نهائي وحاسم إلى جانب العماد عون. إذا المرشحين اللي موجودين الآن هم صرفوا النظر عن ترشحهم موضوع تاني. الرئيس السنيورة لفت إلى أن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت لإلقاء محاضرات، وأن كل ما قيل من بنات أفكار كاتبها وهي افتراءات وأكاذيب. مع اقتراب الشغور في سدة الرئاسة من عامه الثاني ومع إصرار فريق سياسي على الاستمرار في سياسة التعطيل، يبدو أن الأمور إلى مزيد من التأزيم وأن الهوة لن تردم سريعا، خصوصا وأن أي تنازلات أو مبادرات أو حتى زيارات لم تتمكن من ردمها حتى الساعة. من أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة، مها ظاهر، تلفزيون مستقبل.
استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة وعارض معه التطورات، كما استقبل النائب محمد الصفدي وبحث معه المستجدات الراهنة ولا سيما موضوع الانتخابات البلدية في طرابلس. ردا على ما أوردته صحيفة السفير على لسان النائب وليد جملاط بشأن جهاز الشرطة القضائية، أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بيانا توضيحيا مفندا النقاط التي أثارها المقال. أكد بيان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن لا أحد فوق المحاسبة داخل وزارة الداخلية والبلديات في أي منصب كان مدنيا أو عسكريا، وهذا الأمر يتم عبر القانون والتحقيقات التي تثمر أدلة دامغة. البيان أشار إلى أن الضابط المتقاعد الذي تحدثت عنه الصحيفة على لسان جملاط لا علاقة له بالتعيينات ولا بالتحقيقات الجارية بإشراف الوزير شخصيا في قضية الإتجار بالبشر التي كشفها ضابط استثنائي في كفاءته. وتابع: من المعروف في الوزارة وخارجها أن الضابط المتقاعد يتابع قضية السجون فقط، القديم منها ما هو بحاجة للترميم والجديد الذي سيدشن قريبا بجهده ومثابرته لكي تتسع للفاسدين على كثرتهم. ولم يسمع الوزير يوما منه أو من أحد زملائه في الوزارة انتقادا أو تحريضا أو حتى كلاما إيجابيا في حق العميد ناجي المصري قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي. أما مسألة قيام جهاز الشرطة القضائية بواجباته الأمنية فهو أمر متروك تقديره للمدير العام لقوى الأمن الداخلي وللوزير وليس للسياسيين، ولا علاقة لهذا الأمر بتوازن من هنا أو توجس نتيجة نميمة من هناك. وفي البيان أن ليس على علم الوزير أن هناك حسابا يستوجب التصفية بينه وبين جملاط إلا إذا كانت هناك نميمة أخرى استوجبت هذا الهاجس. ويتابع البيان إن القضاء العسكري هو الذي يتولى التحقيق في ملفات الفساد وفق القانون، وخروج بعض المشتبه بهم بسنة كفالة لا يعني البراءة. البيان أشار إلى أن حاجة الشرطة القضائية إلى عديد إضافي أو أي حاجة أخرى لا يتم تداولها في الصحف ولا عبر سياسيين، بل يقررها المدير العام لقوى الأمن الداخلي. والأجدر بالذي يشكو إلى جملاط أن يتفاهم مع قيادته بدل اعتماد سياسة اللجوء العسكري إلى صالونات السياسيين. المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أكد أن قيادة قوى الأمن الداخلي هي الوحيدة بين مؤسسات الدولة التي أحالت ملفات فساد إلى القضاء من دون تردد سياسي أو شخصي، لثقة هذه القيادة بما تفعله وبالمؤسسة وأفرادها ضباطا وعسكريين، ولن تؤثر عليها ولا على أداء مسؤوليها الحملات، فالتحقيق شجاعة والمحاسبة مسؤولية. أكد المرشح لرئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني دعم كل من الرئيس تمام سلام ومفتي الجمهورية له. عيتاني كان واصل جولته على المسؤولين السياسيين والروحيين. رسالة دعم تلقاها المرشح لرئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الذي استقبله في السراي الكبير. عيتاني شرح لرئيس سلام الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، مؤكدا أن همه العمل مع كل الخيرين لإنقاذ المدينة من أزمتها الحالية. دولة الرئيس كان عنده عدة نصائح قيمة جدا أعطاني إياها، وإن شاء الله حنعمل فيها لحتى نأمن نجاحنا في العمل في المجلس البلدي. تعرفوا دولة الرئيس هو ابن بيروت ومن نفس منطقتي من المصيطبة، وسررت كتير انه رجعنا حكينا عن ايام زمان وعن ايام بيروت وكيف بدنا ان شاء الله نجعل هالمدينة مرة تانية هي سويسرا الشرق. عيتاني كان زار دار الفتوى حيث استقبله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف داريان الذي تمنى له التوفيق والنجاح في الانتخابات. وقد أشار عيتاني إلى أن الاتصالات متواصلة مع مختلف الأطراف، لافتا إلى أنه سوف يتم إعلان لائحة المرشحين لعضوية البلدية قبل نهاية الأسبوع الحالي. كان لقائي مع سماحة المفتي لقاء مثل العادة، لقاء طيب جدا ومثمر جدا. كان من الطبيعي انه زور سماحة المفتي لاخذ مباركته على ترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. تمنى لي التوفيق سماحة المفتي واعطاني كل الدعم يلي ممكن يعطينا اياه إن شاء الله إنجاح مهمتنا كمجلس بلدي. بدوره استقبل متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيريلوس بستروس المرشح عيتاني،
واطلع منه على خطته المستقبلية. سررنا بلقاء السيد جمال عتاني، وسررنا بكل الإنجازات التي قام بها مدة هالسنوات الأولى القديمة اللي عانى عمل فيها على إن كان ببيروت وإن كان بالخليج وإن كان بأمور كثيرة، وعنده الشهادات من أمريكا، فكل هذه بتدل على أنه يبشر بالخير. بعدين في موضوع هو أنه كل أعضاء البلدية بده يكونوا متعاونين كلهم سوا لحتى يمشوا مثل ما نقول نحن بفم واحد وقلب واحد، هيك بنصلي بصلواتنا. سررت بلقاء سيادة المطران وشدت على مبدأ المناصفة في اختيار أعضاء مجلس البلد لمدينة بيروت كما أرساه الرئيس الشهيد داود الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه. مرشح بيروت لرئاسة البلدية لفت إلى أنه تتم جوجلة أسماء المرشحين لعضوية البلدية، والحرص هو على الكفاءة العلمية ونظافة الكف. أكد النائب محمد الحجار أن الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها بغض النظر عن كل الأقاويل. كلامه جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار أن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى لبنان أتت في إطار الدعم المعنوي للبنان. كلام الحجار جاء بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث تم البحث في التطورات على الساحة المحلية. بغض النظر عن كل ما يقال ويشاع، لا، الانتخابات البلدية ستكون في موعدها ومواعيدها المعلنة في كل المحلات. بالنسبة لنا في منطقة الجبل في الشوف وتحديدا في منطقة إقليم الخروب، نحن نتحرك بموجب بناء على التعليمات اللي موجهة لنا والمعطية لنا من قبل قيادة التيار المستقبل، تأمين أوسع قدر ممكن من التوافق في جميع القرى والبلدات في إقليم الخروب بالاتفاق والتحالف مع الإخوة في الجماعة الإسلامية وفي الحزب التقدم المشترك، وكذلك في العائلات على مستوى القرى والبلدات. وكان مفتي الجمهورية أكد أن رؤساء المراجع الدينية الإسلامية متفقون على أنه لا سبيل في لبنان إلى أي فتنة مذهبية. كلام المفتي دريان جاء خلال رعايته حفل تكريم رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف بدعوة من شيخ الطريقة الشاذلية اليشرطية أحمد اليشرطي في خلد بحضور مفتي المحافظات وقضاة الشرع وعلماء وشخصيات. بعد مرور ما يقارب السنتين على هذا الشعور وما رافق هذا الشعور من تأخر وتعطل في مؤسسات الدولة الدستورية وغير الدستورية، نقول كل اللبنانيين يطالبون بالتوافق على رئيس للجمهورية يحفظ وحدة البلاد كما يحافظ على أنها. وأضاف المفتي أنه يجب أن نعيد النظر بمد الجسور بين العرب والغرب وبين المسلمين والغرب، لأننا نؤمن بحوار الأديان وحوار الثقافات وحوار الحضارات، فنحن أمة الإسلام نحمل حضارة ونحمل دينا عظيما ونحمل رسالة قيمة لابد لنا من نشرها للغربيين. نائب نديم الجميل اجتمع مع رئيس أساقفة بيروت بولس مطر ويؤكد وجود تنسيق مع تيار المستقبل لانتخابات بلدية بيروت. مستجدات الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت كانت محور اللقاء الذي جمع رئيس أساقفة بيروت بولس مطر مع النائب نديم الجميل. الجميل أكد بعد اللقاء أنه من الضروري أن تكون المشاركة المسيحية فعالة في انتخابات بلدية بيروت، ونحن ننسق مع كل الجهات المعنية في هذه الانتخابات. القرار موجود عنا، قرار أولا يعني انتخاب او تعيين او تسمية الاعضاء المسيحية، وهذا الشيء عم بيكون بتنسيق كامل مع تيار المستقبل مع دولة الرئيس سعد الحريري، وان كان واكيد ايضا بالتنسيق مع كل الاطراف والمعنيين ان كان الاحزاب او النواب بمدينة بيروت. التنسيق عم بيكون كامل، ولكن اكيد العملية والقرار موجود عنا بامتياز. الجميل أثنى على اختيار تيار المستقبل للمهندس جمال عيتاني، وأكد أنه سيتعاون معه لنجاحه في مهمته ولكي تكون العاصمة مزدهرة أسوة بعواصم العالم الراقية.
كشف شاهد الإثبات في قضية خلية حزب الله في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال جلسة محاكمة جرت اليوم أن التنظيم عمد إلى تصوير عدد من المتهمين بأوضاع مخلة للضغط عليهم وتجنيدهم لمصلحة حزب الله. وأضاف أن أحد أعضاء التنظيم تزوج موظفة حكومية عربية الجنسية زواج متعة للحصول على معلومات حساسة عن دولة الإمارات. وفي ختام الجلسة أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى 23 من أيار المقبل للاستماع لمرافعتي النيابة والدفاع. وتتابعون بعد الفاصل. واشنطن سترسل قوات إضافية ومروحيات أباتشي لقتال داعش في الموصل. وغرق أكثر من 400 مهاجر إفريقي في مياه المتوسط. المسائيات مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. حزب الله والتيار العوني يعطلان الجلسة 38 لانتخاب الرئيس وبري يؤجلها إلى 10 من أيار. والملف الخلافي لقضية أمن الدولة على طاولة مجلس الوزراء منذ العصر. المشنوق يرد على كلام جنبلاط بشأن جهاز الشرطة القضائية. الانتهاكات المستمرة من قبل النظام السوري وحلفائه للهدنة في سوريا دفعت فصائل الثوار إلى إطلاق معركة مضادة على أكثر من جبهة، وأجبرت وفد المعارضة في جنيف على المطالبة من الأمم المتحدة بتأجيل المحادثات. أشعل الثوار جبلي تركمان والأكراد بريف اللاذقية من خلال دك معاقل قوات النظام بقذائف الهاون في إطار عملية رد المظالم التي أطلقتها فصائل المعارضة ردا على الخروقات المستمرة لقوات النظام للهدنة المتفق عليها. وبسط الثوار سيطرتهم الكاملة على بلدات عدة في جبل الأكراد بعد انسحاب قوات الأسد جراء الخسائر الكبيرة التي منيوا بها، حيث قتل له أكثر من 20 عنصرا وجرح عدد آخر، كما دمر الثوار مدفع 130 وقاعدة كورنت. في المقابل أعلنت قوات النخبة السورية عن تحرير قرى عدة في ريفي محافظة الحسكة ومحافظة دير الزور، فيما أعلنت المعارضة السورية أن هجمات النظام على حلب والرستن وحمص تنهي اتفاق الهدنة عمليا. دبلوماسيا، طلب وفد الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية والتي اجتمع ثلاثة أعضاء منها مع الموفد الأممي ستيفن ديمستورا في جنيف، هم جورج صبرا وأحمد الحريري وعبد المجيد حمو، طلبوا إرجاء الجولة الحالية من المفاوضات وليس الانسحاب منها، وذلك إفساحا في المجال أمام النظام للاستجابة إلى موضوع تشكيل هيئة حكم انتقالي وتنفيذ البنود الإنسانية. وكان رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب غرد عبر تويتر قائلا: أبدينا تجاوبا مع الجهود الدولية للدفع بالعملية السياسية، ولكن من غير المقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر مع حلفائه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي وفرض الحصار والتجويع وقصف المدنيين. أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر على هامش زيارته المفاجئة لبغداد، أعلن أن الولايات المتحدة ستنشر قوات إضافية في العراق وستجيز استخدام مروحيات أباتشي دعما للقوات العراقية في عملية تحرير الموصل. كما أعلن أن واشنطن ستقدم أكثر من 400 مليون دولار لقوات البشمركة الكردية. أشاد مجلس الوزراء السعودي بما تضمنه البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، خصوصا لجهة إدانة تدخلات إيران في المنطقة ودعمها للإرهاب وإدانة أعمال حزب الله الإرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن. وفي جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رحب المجلس باستضافة الكويت المشاورات اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، آملا الوصول إلى تسوية لأزمة اليمن. أعلن الموفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تأخير موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية التي كانت مرتقبة اليوم في الكويت بسبب عدم حضور وفد الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله الصالح. وأوضح ولد الشيخ أحمد أنه يتم العمل على تخطي تحديات الساعات الأخيرة، مطالبا الوفد بإظهار حسن النية والحضور إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي، ومتمنيا على ممثلي الانقلابيين عدم تضييع الفرصة.
سلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية مقري وزارتين في طرابلس الغرب، ذلك للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة وبدء عملها من قاعدتها البحرية. تزامنا أبدى وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند خلال زيارة مفاجئة إلى طرابلس الغرب استعداد بلاده للتعاون في مجال التدريب الأمني إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، لافتا إلى أن بريطانيا ستعمل على إعادة فتح سفارتها في طرابلس الغرب عندما يتوفر الأمن فيها. جرح 20 شخصا في انفجار حافلة ركاب بالقدس المحتلة نجمة عن عطل فني بحسب شرطة الاحتلال الإسرائيلي، غير أن متحدثا باسم بلدية المدينة قال قبل قليل أن انفجار الحافلة ناجم عن انفجار قنبلة. زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر قبل أيام قليلة على نفق تابع لحركة حماس يمتد من قطاع غزة لمسافة 30 مترا داخل الأراضي المحتلة. تزامنا بدأ جيش الاحتلال تدريبات عسكرية مفاجئة تستمر أسبوعا في الجولان وغور الأردن المحتلين. غرق أكثر من 400 مهاجر أفريقي في مياه البحر المتوسط بعدما انقلبت 4 قوارب كانت تقلهم من مصر إلى إيطاليا. فصل جديد من مآسي الهجرة غير الشرعية سجل هذه المرة أيضا في مياه المتوسط. 4 قوارب متهالكة ومكتظة انقلبت في عرض البحر حين كانت تقل نحو 422 مهاجرا من الصومال وأريتريا وأثيوبيا بعدما انطلقت من الشواطئ المصرية باتجاه إيطاليا. خفر السواحل الإيطالي نجح في انتشال نحو 29 راكبا نجوا بأعجوبة من الموت المحتم الذي كان بالمرصاد لمن تبقى من ركاب كانوا على متن القوارب 4 المنكوبة. وزير الخارجية الإيطالية باولو جنتيلوني قال إنه من المؤكد أننا نواجه مرة أخرى مأساة في البحر المتوسط بعد عام بالضبط من المأساة التي شهدتها المياه الإقليمية الليبية حين غرق 600 لاجئ في نيسان من العام 2015، وأضاف أن هذا سببا قويا آخر لكي تلزم أوروبا نفسها بعدم بناء أسوار. بعد الفاصل، المحكمة الخاصة بلبنان تستمع إلى إفادة خبير في شؤون الاتصالات، وفاضل يحمل برنامج أفعال إلى معرب. أهلا بكم من جديد. استمعت المحكمة الخاصة بلبنان إلى إفادة شاهد سري وهو خبير في شؤون الاتصالات يعمل في شركة ألفا. التقرير لرشا الحلبي. استمعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى إفادة شاهد سري يحمل رقم 707 وهو خبير في شؤون الاتصالات ويعمل في هذا المجال منذ العام 1991. وقد سبق للشاهد أن وضع تقارير الأنظمة التقنية لشركة ألفا إحدى الشركتين المشغلتين لنظام الهاتف الخلوي في لبنان. وفي إفادته تحدث الشاهد عن المسائل الست التي تطرق إليها مع شركته، من بينها أرشيف سجلات شكاوى الزبائن وتغيير هويات الخلية أي السيل آي دي في حال تدمير موقعها ونظام اقتطاع الفواتير. وترتبط أدلة الشاهد بإنشاء 3 أنواع من السجلات وصونها، وهي سجلات بيانات الاتصالات الهاتفية والبيانات ذات الصلة بالموقع الخلوي وقاعدة البيانات التي تضم المعلومات الخاصة بالعملاء. وتعد إفادته مهمة بالنسبة إلى جهود الادعاء في نسب مختلف أرقام الهواتف إلى المتهمين. من ثم تحولت الجلسة إلى سرية عمد خلالها الادعاء إلى الاستفسار من الشاهد عن أسماء الأشخاص الذين شكلوا المصدر الأساسي لمعلوماته في شركة ألفا. وفي جلسة بعد الظهر استعرض الادعاء مع الشاهد بعض الفقرات من إفاداته السابقة على أن يستكمل الأمر في جلسة الثلاثاء. استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سامي جعجع في معرب النائب روبير فاضل الذي أطلعه على الجهود المبذولة لتأمين ولادة برنامج أفعال لإزالة الفقر والعوز وبعده الإنساني والأخلاقي. فاضل طمنا أن تدعم كتلة القوات هذا الاقتراح عند طرحه في مجلس النواب وإدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، لافتا إلى أن جعجع كان مصغيا وأبدى بعض الملاحظات.
أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تأييده ترشيح زياد حواط لرئاسة بلدية جبيل ودعمه في الانتخابات المقبلة، منوها بتجانس فريق العمل وأدائه الذي جعل البلدية تتمتع بكل المواصفات التي يتمنى اللبنانيون رؤيتها في بلدياتهم. كلام الجميل جاء خلال احتفال أقامه إقليم بعبدة الكتائبي تكريما للجنة مهرجانات بعلبك الدولية ولجنة بيبلوس الدولية وفرقة كاراكلا، الذي أكد ضرورة كسر قاعدة الفصل بين الأحزاب والمجتمع المدني، مشددا على ضرورة إعادة رسم صورة جديدة للأحزاب. عقد شارل أسعد أبو حرب مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله ترشحه لرئاسة مجلس بلدية فرن الشباك عين الرمان تحويطة النهر، وطرح أبو حرب رؤيته حول كيفية إنقاذ المنطقة من ركودها الاقتصادي والاجتماعي. الدافع الأول والأساسي لترشيحي لرئاسة البلدية هو أنه نكون إيد بإيد، نسمع بعضنا، نتشارك مع بعضنا، نقبل بعضنا ونساعد بعضنا. نحن اليوم على مفترق كتير خطير وعندنا خيارين، أما بدنا ننتخب مجلس بلدي يكون مقدم لنا مشروع إنقاذي للمنطقة ويقدر يخلص المنطقة من الركود الاقتصادي والاجتماعي اللي عم بتعيشوه ويوقف عمليات البيع الممنهج للعقارات ويحط خطة إنماء متوازن لعين الرمانة وفرن الشباك وتحويطة النهر لينفذوا غبار الحرب الأهلية عنهم، أو بدنا نجدد لمجلس بلدي صار عمره أكثر من 18 سنة ووصلنا للحالة اللي نحن فيها. القرار اليوم هو بإيدكم. سقطت طائرة من دون طيار تابعة للجيش اللبناني في جدبرة البترونية قرب كنيسة مرسابة في حديقة منزل المهندس طوني منعم وعقيلته المديرة العامة لوزارة الطاقة أورور فغالي منعم، ولم يصب أحد بأذى وتضررت شجرة صنوبر فقط، وكتب على الطائرة عبارة في حال سقوطها الاتصال بأقرب مركز عسكري. بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري زار عضو كتلة المستقبل النيابية النائب زياد القادري فريق روبو بيلدرز من مدرسة سبيل الرشاد في القرعون الذي سيمثل لبنان عبر المشاركة في بطولة فيرست ليجو ليج العالمية التي ستقام في نيسان الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية. وطلع القادري على تدريبات الفريق بشكل مفصل قائلا إن الإنجازات التي حققوها حتى اليوم هي فخر للبنان ولمنطقة البقاع الغربية والريشية. الجهاز الفني للروبو بيلدرز الذي أكد استعداد فريقه للمشاركة في البطولة العالمية توجه بالشكر إلى الرئيس سعد الحريري على رعايته ودعمه المطلق للفريق الذي هو بطل لبنان في الروبوت ووصيف بطل العرب. ونصل إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. خير. من أبرز الأخبار اليوم اجتماع الدوحة نهار الأحد بين منتجي النفط داخل وخارج أوبك بهدف محاولة التوصل لاتفاق لتجميد الانتاج عند مستويات كانون الثاني، وطبعا هالشي كان الهدف منه رفع أسعار النفط. هالاجتماع انتهى دون التوصل لأي اتفاق، والجدير بالذكر غياب إيران عن الاجتماع بعد ما صرحت نهار السبت أنها ما رح تكون حاضرة من قبل ممثل إلها. إيران كانت صرحت أنه ما رح تلتزم بأي اتفاق إذا ما رح يرجع إنتاجها لمستويات ما قبل فرض العقوبات عليها، واللي هي على مستوى 4 مليون برميل يوميا، بوقت بتضخ حاليا 3.2 مليون برميل يوميا. بالمقابل صرحت السعودية أنها ما رح تجمد الإنتاج إلا إذا التزم جميع المنتجين بذلك. وسائل الإعلام العالمية أشارت أنه الموقف الإيراني كان السبب الأساسي بفشل الاجتماع، والجدير بالذكر تصريح جولدمان ساكس أنه العقود الآجلة للخام الأمريكي رح تكون عند $35 للبرميل بهالربع. وعلى أثر فشل هالاجتماع هبطت أسعار النفط نهار الاثنين بحوالي 6%، ومن الأثار السلبية الكبيرة كان تراجع مجمل المؤشرات الروسية بشكل كبير.
بالعودة لموضوع خروج بريطانيا من منطقة اليورو، حذر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن قبل موعد الاستفتاء ب 23 حزيران أن المملكة المتحدة رح تتأثر بشكل سلبي دائم إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي. وبيقول أحد المحللين أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ممكن يؤدي لتراجع اقتصاد بريطانيا بنسبة 6% بحلول سنة 2030. بحب شيري لأنه هالرقم بيوازي 4300 باونز للعائلة الوحدة، أي هبوط ب 4300 باونز من ميزانيتها. هيدي هي أخبارنا لليوم، شوفكم بكرة. صفحة الأحوال الجوية مع كارين خرط. صار على أجدد تليفون من ألفا، قصيت على 12 شهر ب 0% فايدة مع حسم لغاية 40% لما تشترك بال 4G Data Bundle أو تزيد الجيجا بايتس. العرض محدود. بونسوار. طقس ربيعي ودافع عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوعنا لهالشهر هو ديكار البيوت، بعتوا لنا صوركم واربحوا معنا. هلأ منتقل عالدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس 23 درجة، رباط 19، الجزائر 22، منكفي على بغداد 32، دمشق 30، قدس 26، ومنختم مع الكويت 34 درجة، الدوحة 32، أما الرياض عم بتسجل 31 درجة. هلأ مننتقل على لبنان. الساحل اللبناني عم تتراوح حرارته بين 13 و25 درجة، بالجبل 22، أما بالداخل بتوصل أقصاها ل 30 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلي جولتنا بعكار 23 درجة، طرابلس 24، الأرز 20، الكورة 22 درجة، منكفي على الهرمل 23، القاع 22، بعلبك 26 درجة، رية 24، جبال عم تصل حرارة فيها لل 24 درجة، ميروبة 21، جونية وبعبدة 24 درجة، بيروت كمان 24، وطقسة صافي ومشمس. زحلة 29، شطورة 28، عنجر 27، مشغرة 25 درجة، موصل عجيزين 23، رشايا كمان 23 درجة، مرجعيون 24، بنت جبال 23، ومنختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا صور وقانا 25 درجة. بكرة التانيتا طقسنا قليل غيوم، عنا رياح نشطة بالمناطق الجنوبية، بالنسبة للحرارة عم بتكون أعلى من معدلات الموسمية لتوصل أقصاها لل 24 درجة، أدناها 15، بالنسبة للأربعة 31 درجة، أما الخميس ترجع بتنخفض لل 26 درجة. حرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 9 درجات وال 20 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. ونصل إلى دي إن إيه، حيث يتناول زميلنا ديم قطيش انتخابات مجلس الشعب السوري. قبل ذلك نذكركم بعناوين المسائية. هناك من يستمر بالتعطيل وهو الذي يتحمل المسؤولية. حزب الله والتيار العوني يعطلان الجلسة 38 لانتخاب الرئيس، وبري يؤجلها إلى 10 من أيار. مجلس الوزراء منعقد منذ العصر، وملف أمن الدولة وضع في عهدة الرئيس سلام. الله أكبر. ثوار سوريا يدكون معاقل النظام ردا على انتهاك الهدنة، والمعارضة تطالب دمستورة بتأجيل محادثات جنيف. نشرتنا المسائية انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. بقول له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.